الأول عرف كل من الكتلة والكثافة مع ذكر وحدة قياس. موجودة عندنا الإجابة في المذكرة، ولكن بس نتذكر مع بعضنا أن الكتلة هي مقياس لما يحتويه جسم من المادة، وحدة قياس اللي هي من كيلو جرام، الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة، ووحدة قياسة هي من هي كيلو جرام على المتر مكعب، أو نقوله كيلو جرام في متر ناقص 3 تكعيب. السؤال الثاني اللي هي أسئلة من اختيار من متعدد، هنشوف أسئلة جاوبوا مع بعضنا بس استخدام القلم. يزداد القصور الذاتي بزيادة الكتلة ولا بزيادة سرعة الجسم ولا بنقصان الكتلة الجسم؟ نحن لما جينا لدرس القصور الذاتي شنو ذكرنا؟ أن هي خاصية معتمدة على من؟ على الكتلة. يعني الجسم الذي له كتلة له قصور ذاتي، كلما زادت الكتلة أكيد حيزيد مع من؟ قصور الذاتي، وهي إذا مرتبطة بمن؟ بالقصور الذاتي. نتمنى من الطلبة بس أنهم يكونوا جاهزين بأقلامهم باش يعلموا على الإجابات، ولما نجوا للمسائل نتمنى منهم أن يكونوا جاهزين لكتابة الإجابات أسئلة التقويم الذاتي. وحدة قياس الكتلة في النظام الدولي اللي هي من؟ كيلو جرام. مش حكون كيلو جرام في سنتيمتر ولا حكون جرام في سنتيمتر، هي هي من؟ كيلو جرام. النسبة بين كتلة والحجم، لما نقول النسبة معناها عندي علاقة بين البسط والمقام، البسط كتلة والمقام الحجم، ومن تعريف الكثافة اللي هي وحدة الكتلة أو وحدة حجوم الكتلة من المادة، إذا الكثافة هي كتلة على الحجم. السؤال ث، كتلة الجسم على القمر أقل أو أكبر أو تساوي كتلته على الأرض؟ من الأمور اللي ذكرناها من بدري أن الكتلة لا تتغير بتغير الموقع الفيزيائي، إذا الكتلة ثابتة، قيمة ثابتة، كمية ثابتة. إذا لما نقول كتلتك على القمر، إذا حكون نفس كتلتك على من؟ على القمر، يعني مش حكون لا أقل ولا أكبر، إذا حكون من؟ تساوي كتلتك على من؟ على الأرض. السؤال ج، إذا كانت جي هي عجلة القمر 1.6 متر ثانية، نتمنى بس من الطلبة أنهم يضيفوا هذه الكلمة ناقص 2 فوق من السكن، وعلى الأرض 10 متر ناقص 2 لأننا نحكي على وحدة قياس من؟ العجلة. فأن وزنها على القمر، نعود السؤال، إذا كانت عجلتك على القمر 1.6 وعجلة الجاذبية على الأرض 10، فأن وزن الجسم، طالب مني الوزن، الوزن شن قلنا؟ يتغير بتغير الموقع الفيزيائي. والمثال اللي بدري شرحناه، المثال كان فيه الأرض، الوزن على الأرض والوزن على القمر. في المثال طلعنا أن الوزن على الأرض السابق 1200 والوزن على القمر كم؟ 192. وذكرت أنا في نهاية حل المثال قلت أن لاحظوا أن الوزن على الأرض أكبر من الوزن على من؟ القمر. أنا أسألك سؤال، قال لك إذا كان عجلة جاذبية القمر 1.6 وعجلة جاذبية الأرض 10، فإن الوزن على القمر، يعني أنا عندي الأرض قاعد عليها، فإن وزنك على القمر شن حيكون؟ وزنك على القمر حيكون من؟ أقل من وزنك من من؟ من على الأرض. أتمنى أن تم أخذ الإجابات بشكل سريع. ننتقل للسؤال آخر، أملأ الفراغات أو أكمل العبارات التالية. حنكتفي بس بالذكر، نتمنى الطالب أن يكتب الإجابات معايا. الكتلة من تعريفها موجودة في المذكرة، هي كم أو مقياس لكمية المادة، تقاس بوحدة من؟ الكيلو جرام. الوزن هو قوة جذب الجاذبية للجسم، ويقاس بوحدة اللي هي من؟ نيوتن. لاستخدام أو لقياس الكتلة يستخدم موازين، ذكرنا نوعين من الموازين، ميزان من؟ الانزلاقي، والميزان من؟ الإلكتروني. ولقياس الوزن ذكرنا ميزانين، ميزان الانضغاطي والميزان الزنبوركي. قوة جذب الأرض لكتلة مقدارها 10 كيلو جرام، علما بأن عجلة الجاذبية 10 متر ثانية حنضيفها تو تربيع. هي هنا أعطاني مسألة، طالب مني من الإجابة، حنتقلوا تو إلى استخدام القلم، ونتمنى من الطلبة أن يتم اتباع كتابة الإجابة بالقلم. هنا شن عطاني؟ عطاني الكتلة اللي هي من؟ أم.
عجيش هنستخدمه بس النحاية. وعطاني العجلة وقلنا حنضيفه هنا ناقص 2، والمطلوب مني هو من؟ الوزن، علما بأن عطاني الكتلة وعطاني العجلة وطالب مني الوزن. الوزن شنو يساوي؟ ام في جي. كم قيمة الكتلة؟ 10. كم قيمة العجلة؟ أيضا 10. إذا 10 في 10 حكون عندي من؟ 100. والوزن وحدة قياس شنو قلنا؟ النيوتن. أتمنى طلبة كتابة الإجابة. عطاني الكتلة 10 كيلو جرام، عطاني عجلة الجاذبية 10 متر على الثانية أس ناقص 2. المطلوب حساب الوزن، قوة الجذب، يعني نعتبر أننا نحكي على وزن لما قال لي قوة الجذب. إذا الوزن هو الكتلة في العجلة 10 في 10، وتساوي كم؟ تساوي 100 نيوتن. السؤال أيضا الخامس من المسائل اللي نحن مطالبين بالحل. متوازي المستطيلات من الزجاج أبعاد 2.5 سنتيمتر، كتلته 0.52. المطلوب اللي هو حساب من؟ حساب كثافة هذا المادة. باش نحسب الكثافة حنجو هنا نبدأ في استخراج المعطيات. نحن عندنا أن الحجم شنو يساوي؟ 2 في 2 في 2.5. 2 في 2 4، 4 في 2.5 حيكون الناتج كم؟ 10. 10 بأي وحدة؟ نحن عارفين أن 2 الأولى بالسنتي متر، والثانية سنتيمتر، والثالثة سنتيمتر، سنتيمتر سنتيمتر سنتيمتر. إذا الناتج كم؟ سنتيمتر شنو؟ تكعيب. الكثافة وحدة قياسها ذكرناها، نحن باش تقاس الكثافة بالكيلو جرام على المتر مكعب. إذا أنت مطالب أنك تحول من سنتي تكعيب إلى المتر تكعيب. باش نحول من سنتي تكعيب إلى المتر تكعيب حنضرب في من؟ في 10 أس ناقص كم؟ 6. باش نحول من سنتي تكعيب إلى متر تكعيب حنضرب في كم؟ في 10 أس ناقص 6. الكتلة كم عطاها لي؟ ام 0.52 كيلو جرام. طالب الكثافة، القانون الكثافة هنستخدم محايا بس. القانون بتساوي ام على من؟ في. كم قيمة الام؟ 0.52. كم قيمة الحجم؟ 10 في 10 أس ناقص 6. 10 في 10 أس ناقص من 6. باستخدام الآلة حيكون الناتج النهائي يساوي 5 في 10 أس كم 4. وحدة قياس البسط كيلو جرام، وحدة قياس المقام متر تكعيب. لما نحولها من عملية قسمة إلى عملية ضرب حتكون في متر أس ناقص 3. هذه هي الإجابة. نعود الإجابة مع بعضنا. نحن في الأول قلنا متوازي المستطيلات أبعاده 2 2 2.5، خذينا الطول في العرض في الارتفاع ضربناه في بعضنا طلعت معي 10. 10 بأي وحدة قياس؟ بالسنتيمتر مكعب. نحن عارفين أن الكثافة باش تقاس بالكيلو جرام على المتر مكعب. إذا مطالب بالتحويل من سنتي تكعيب إلى المتر تكعيب. من سنتي تكعيب إلى المتر تكعيب حنضرب في 10 أس كم؟ ناقص 6. ليش ناقص 6؟ لأن السنتي الواحد ناقص 2، السنتي الثاني ناقص 2، السنتي الثالث ناقص 2. ناقص 2 في ناقص 2 في ناقص 2 10 أس ناقص 2 نحكي. 10 أس ناقص 2 في 10 أس ناقص 2 في 10 أس ناقص 2 في الضرب حنحط نفس الإشارة ونجمع حيكون الجمع كم؟ 6. الكتلة 52 من 1000 كيلو جرام. القانون ب هي ام على في بونت 52 على 10 في 10 أس ناقص 6. باستخدام مبسط للآلة حيكون 52 في 10 أس 4 كيلو جرام متر أس ناقص 3 تكعيب. نتمنى أن الطالب يكون كتب الإجابة معنا. بهذا الشكل نكتفي إن شاء الله نهاية الوحدة.
نهاية الدرس. هيك نقدر كملنا بإذن الله الوحدة الرابعة، على أن نلتقي بكم في حصة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.